أحمد، تنظيميا ما الذي ستشهده الجلسة؟ تنظيميا وبحسب السياق والنظام الداخلي لمجلس النواب أنه الجلسة ستعقد بنصاب النصف زائد واحد 165 نائب كافية لعقد الجلسة، ومن ثم تقرأ السير الذاتية وتعرض الكابينات الوزارية واحدة تلو الأخرى على السادة النواب، والتصويت يكون بأغلبية الحاضرين على منح الثقة لكل مرشح. في حال عدم حصول المرشح على الأصوات الكافية ربما سيستبدل بمرشح آخر، على اعتبار أنه كل وزارة قدمت الكتل السياسية ثلاث مرشحين لكل وزارة، فبالتالي إذا حصل اعتراض على أي مرشح بالفور سيبدل المرشح بمرشح آخر. وزارتين ستكون شاغرة في هذه الجلسة، وزارة البيئة والإعمار والإسكان، على اعتبار أنه هذه الوزارات هي من حصة المكون الكردي، ولم يتفق الكرد على تسمية مرشح نهائي لهذه الوزارتين، هذا ما أكده النواب الكرد قبل قليل ليو تي في. بطبيعة الحال ننتظر الدقائق القادمة وستتضح شكل الجلسة وماذا سيدور داخل هذه الجلسة، لكن بحسب المعطيات والتوقعات والمقابلات التي أجريناها مع النواب يؤكدون أنه تم الاتفاق على تمرير الحكومة اليوم على أقل تقدير بنصف زائد واحد من عدد الوزارات، حتى يتمكن السيد محمد شياع السوداني من عقد أول جلسة حكومية له، وبهذا يمنح الشرعية الكاملة بالمضي بالحكومة الجديدة، وهذا ما يعني تعول عليه وترغب به كل الكتل الداعمة ل السيد محمد شياع السوداني وبرنامجه الحكومي. فاتني أن أذكر أنه اليوم مجلس النواب سيصوت على البرنامج الحكومي الذي عرضه السيد محمد شياع السوداني قبل قليل، يعني واضح هو البرنامج الحكومي منذ الساعة الثانية عشر اليوم وصل إلى البرلمان، وهناك ترحيب بهذا البرنامج الحكومي ويتمنون أن يطبق بما كتب هذا البرنامج، على اعتبار أنه تطبيق مثل هكذا فقرات بالبرنامج الحكومي ربما بالوضع الحالي هي صعبة، لكن يعولون على السيد محمد شياع السوداني بأن يتمكن من تطبيق برنامجه الحكومي بالكامل. رويده.